الإرهابي بشار يقر منحة مالية تعادل نحو 16 دولار لمرة واحدة. صحة النظام ترفع أسعار عدد من الأدوية بنسبة تصل ل 30%. مقتل طفلة بقصف مدفعي للنظام استهدف قرية خاضعة لقسد شمالي حلب. اغتيال إمام وخطيب مسجد شمالي درعا بعد خروجه من معتقلات الأمن العسكري. استجابة سوريا يناشد، حياة الأطفال والنساء في المخيمات لا زالت مأساوية. أردوغان يقول إنه عرض على بوتين عقد لقاء ثلاثي مع الأسد وتلقى العرض بإيجابية. مراسلون بلا حدود تصنف سوريا من بين أكثر الدول التي يتعرض فيها الصحفيين للتهديد بالاختطاف. الوطني الكردي يدين اختطاف بيوايدي لأحد أعضائه شمال سوريا. الليرة السورية تتراجع وتسجل 6070 مقابل الدولار. 60 نبضة، أخبار شام.